ثم جاء يزيد بن معاوية إلى المجلس إلى المسجد وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين، ففعل الخطيب ذلك فطاح علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال علي بن الحسين ليزيد: أتأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد؟ فأتكلم بكلام لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب. فأبى يزيد فألح عليه الناس فأذن له. بعد كلام يطول بيانه من جملته قال: انه ان صعد المنبر لا ينزل الا بفضيحتي وفضيحة اهل ابي سفيان. فقيل له: وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: انه من اهل بيت قد زقوا العلم زقا. قال: فلم يزالوا به حتى أذن له فصعد فخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. فقال: سلام الله عليك، الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له والباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام. فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لابد لكم من اللحوق بهم. فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، فكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين. فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى هموت وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا السوء وليجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى،
انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الركن باطراف الردا، انا ابن خير من اعتذر وارتدى، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين واصبر الصابرين وافضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، انا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، انا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد اعداء الناصبين وافخر من مشى من قريش اجمعين واول من اجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين واول السابقين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وسام من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول ذكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واختربت الأعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذروى الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب انا ابن عديمات العيوب انا ابن نقيات الجيوب انا ابن خديجة الكبرى انا ابن فاطمة الزهراء انا ابن سيدة النساء ثم ابكى العيون بهذه الكلمات فقال انا ابن المذبوح بكربلاء انا ابن من راسه على السنان يهدى انا ابن من حرمه من كربلاء الى الشام تسبى فلم يزل يقول انا حتى ضج الناس بالبكاء والعويل فخاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن اذن ليقطع عليه كلامه فلما قال المؤذن الله اكبر قال الامام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء اكبر من الله فلما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي
وعظمي وجلدي ومخي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله التفت إليه زين العابدين وهو بعد على المنبر وقال يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت وأثمت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت ذريته وسبيت نسايا؟ فنزل الإمام زين العابدين من على المنبر هذا وقد تفرق من كان في المسجد والتفوا حول الإمام زين العابدين يقول المنهل، فجئت إلى مسلما عليه فقلت له سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا معشر أهل بيت مقتولين مشردين فإنا لله.